مرحبا أصدقاء، معكم ياسين كما رجعت لكم مقطع جديد. وبهذا المقطع جبت لكم مخططات أسطورية، مخططات البطولة يا غوالي، البطولة العالمية بلعبة كلاش اوف كلانز. هذول المخططات للأشخاص اللي تأهلوا بشهر أب بالبطولة العالمية بلعبة كلاش اوف كلانز. فلايك هلق المخططات لأشخاص أساطير بمعنى الكلمة، يعني محترفين الاحتراف عن جد. المخططات هي كتير قوية غوالي، بيستخدموها لاعبين محترفين بشكل ممتاز. وكمان أنا هلق بدي أقول لكم شغلة، إنه أصلا أنا ما في داعي أحكي عني للمخططات، يعني بقول ليش إن قوايا، يعني هن المستوى الدفاع فيه كتير قوي، لأنه أصلا لاعبين ما يستخدمون محترفين الاحتراف مثل ما قلت لكم. فأكيد يعني المخططات رح تكون جبارة. بس أنا حتى لو أنه ماني مضطر أشرح ليش إن قوايا، بس رح أشرح لكم كمان هلق إن من مخططات مثل ما بتعرفوا، وأنا هلق بدي أقول لكم ليش كل واحد قوي، نكشف نقاط القوة فيه، عرفتوا كيف؟ فهلق بنشوف هاي الشغلة سوا، نشوف انين ليش هيك قوايا، بنشرح شوي عن كل هيك مخطط انين، لحتى كمان نشرح عن كل مخططات، ويكون وقت الفيديو كمان قصير مطول ان شاء الله. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، وكمان تفعل زر الجرس لانه من كل شيء لدعم القناة مشان تشجعوني استمر بنشر المقاطع لكم يا اساطير. ويلا خليكم مع المقطع. مثل ما كن هون ملاحظين يا اساطير هذا المخطط، هلا خلونا نبلش فيه. هذا كتير مخطط قوي، يعني هون لاحظوا موضوع الاكسبو، هي اول شيء شفته بالمخطط لما انتبهت عليه، يعني فعلا مخطط كتير قوي، مصفطين هيك جنب بعض. واي شيء يا غوالي لما بتصفطوا حد بعضه هلا قوي كتير بيصير قوي، عرفتوا كيف؟ يعني بيصيروا يدافعوا عن بعضهم، ثلاثة تين الاكسبو بيصيروا يدافعوا عن الدفاعات المحيطة فيه، فبيصير شغل جبار عن جد. موقع هذا الاكسبو الرابع هم يحمي دفاعات نصر والدفاع الجديد، وكمان هوني بعض الدفاعات المهمة. يعني على فكرة موضوع الصراحة كتير ممتاز، كتير بيلبي كمان وصعب تدميرهم بيصير. هون الثلاثة تسلا موقع مانو متوقع، هلق رح تسألونا ليش؟ لأنه كتير في فراغات هوني بالأرض مثل ما كنت شايفين، مين رح يتوقع أن رح يكون هون مثلا؟ فهن مو يعني موضوع مانو متوقع، وأصلا مين بيتوقع أن يكونوا الثلاثة جنب بعض هيك ومحميات بهالدرجة هاي؟ كمان تسلا غوالي يعني مثل اكسبو بتحطوا وين جنب بعض للتسلا بصير تدميرهم كتير صعب، وهي فعلا شيء بيشتغل كتير بهالمخططات، بس تقربوهم هيك من بعض بصيروا قوية، وهن بنفس الوقت الدفاعات بعاد عن بعض، عرفتوا كيف؟ وبنفس الوقت كمان قريبين عن بعض وما يدافعوا عن بعض. هون لاحظوا الانفيرنو كيف شامل كل المنطقة، انا الصراحة حاسس انه عاملين فخ لهوني مشان تهجم، اصلا انت اذا هجمت على التاون هول ما راح تلحق توصل لمدفعية نصر، ما فيك تشملها بكل هجمتك. هاي الشغلة بتتسمى خطة مدفعية نصر والتاون هول، مثل ما كنت شايفين يا غوالي انا حكي كتير عنها بفيديوهاتي، انه ما فيك تهجم باختصار يا غالي من عند التاون هول، لانه بدك تدمر مدفعية نصر، ما فيك تدمر مدفعية نصر وتهجم من عندها، لانه بدك توصل بالنهاية لعند التاون هول، واذا هجمت من عندها بدك تبعد عنها. فهذا المخطط الاول كتير قوي هوني مثل ما كنت شايفين. صحيح انا نسيت ما قلكن يا غوالي، بكل مخططات فوق اسم اللاعب وتحت اسم الكلان المتواجد فيه اذا بتنتبهوا، فهي اذا بتكون للعالم المهتمين بالموضوع. المخطط الثاني مثل ما كنت شايفين نفس الحركة، هو خطة مدفعية نصر والتاونو بتشتغل شغل جبار، لانه كتير بعد عن بعض المخططين. الاربعة تسلا ممتازين، اكسبو خارقين بالنص، منطقة المنتصف كتير ممتازة ومحمية، والدفاعات كتير عشوائية وتصميم منتظم بنفس الوقت مثل ما كنتم شايفين. هون بالمنطقة تحت فيكم تقولوا حتى هوني منتظم ايمان عشوائي، يعني لاحظوا حتى كمية القنابل والافخاخ النطرة الواحد، مبين انه فخ تعهجهم من هوني مشان يبعدوه عن مثل ما كنتم شايفين مدفعية النصر، وبيصير في كتير دفاعات بطريقه، فصعب اصلا انه ينتصر. يعني هاي المخططات كلها مدروسة، مخططات ممتازة كلها. هوني مثل ما كنتم ملاحظين حتى هون عاملين حركة مدفعية النصر والتاون هول شوي اذا بتنتبهوا، بس هون الواحد ممكن يهجم من هون يعني مثلا مشان يدمر مدفعية النصر ويروح على التاون هول، بس حتى هي لا تفكرها شيء سهل يا غالي، لانه ناطرينا كل التسلا هون، كل الدفاعات مثل ما انك شايف اربع اكسبو، المدفع الجديد المنجنيق كمان مثل ما نكون شايفين. الدفاع الجديد المنجنيق هون مثل ما نكون شايفين من ناحية الدفاع الجوي كتير قوية كمان، لاحظوا كيف الكناس ما يشتغل عكس بعضه. هوني كمان انفيرنو بكل طابة من هدول الطابات ما يوصلوا، هدول الخطوط فيهن دفاعات وكمان طابات فيهن دفاعات وفيهن انفيرنو يا غوالي، ركزوا على هالشغلة كمان. فلك هذا التصميم كتير قوي الصراحة، انا التصاميم اسطورية بمعنى الكلمة. هذا التصميم يا غوالي هذا كتير عشوائي، عرفتوا كيف؟
إن هو بيوتر المهاجم وبيلعب ناحيته النفسية ومنتشر بنفس الوقت. وفي كمان حركة مدفعية نصر والتاونو، لاحظوا شقد هالحركة كويسة لحتى مستخدمينها بكل المخططات. هون الأربعة تيسلا، الخمسة عفوا تيسلا، يا إلهي هون إذا بتنتبهوا يعني ما حدا متوقع إنه يكون هون أصلا. وإذا يا غالي هجمت من هوني وطلعوا لك فجأة، الصراحة أنت رح تتوتر كتير. لا تستهن إنه بخمسة تيسلا واقفين جنب بعض هيك، لأن كتير بدك تصرف عليهم جيش لحتى يقتلون، لأن ينسوا وما يدافعوا عن بعضهم البعض، فلك هالمهمة بتصير صعب كتير عليه. هون مثل ما أنك شايف الإنفيرنو شمل كل هاي المنطقة، وكل هاي الفتحات بالأسوار محسوبة ولا يهمك، هي كلها بتوتر المهاجم، بتخلي جيشه يتفردع بالأرض وهو أصلا تصميم منتشر، فجيشه بيروح بكل اتجاهات وبيفشل هو بالتالي وبتفشل هجمته، لأنه ما عاد أصلا بده يروح جيشه عن النقطة اللي هو بده إياها. يعني عرفتوا كيف يا غوالي؟ هون كمان في اثنين إكسبو حمين تاون هول. الدفاع الجديد كمان بعيد عن بعضه، هاي شيء كمان كتير فعال إذا بتلاحظه. يا إلهي هون لاحظوا القنابل الكبيرة، إن هون إذا الهجمة بهوك وهيك، حتى إذا بأي قوات، لأن ما بظن يهجموا بهوك بالتاون هول 13، يعني كتير صعب بدها تصير. بس يا غوالي هلا قني محترفين، فبتكون تحسبوا أي شغلة محترفين لدرجة مو طبيعية. فهون يعني القنابل كمان فعالة، حتى فعالة على أي جندي أرضي، لا تفكروا إنه بس على الهوك، يعني يا أي جندي أرضي بتأسي. هون مثل ما نكون شايفين هون كمان كتير يعني الصراحة مخططات قوية عن جد، ما بعرف شو بدي أحكي، شيء أسطورة بمعنى الكلمة. هوني كمان إذا بتنتبهوا كمان نفس حركة مدفعية نصر والتاون هول، فعلا حركة ممتازة وما يستخدموها كتير، هاي الخطة أنا كشفها تبعيتي. هوني كمان إكس فو، لاحظوا كيف موضوع جاي هيك إذا بتنتبهوا، يعني ما هنن على خط مستقيم، بس حاميين بعض كمان، هي الظاهر ما هن على خط مستقيم، يعني حاسبين هنن بالمليمتر، عرفت كيف؟ مشان يحموا هالدفاعات المهم، مشان يحموا الانفيرنو كمان، وهذا بيحموا مدفعية النصر، وهذا حتى الاكسبو صار بيحمي التاون هول، والتاون هول اصلا بتدافع عن حاله بالتاون هول 13، فما انا مهمة ابدا سالي تهجم من هون يا غالي، واذا هجمت من هون بصير مدفعية النصر بعيد عليك وبتتوتر كتير. هون الخمسة تيسلا موضوع أسطورة موتر بمعنى الكلمة، ما حدا رح يتوقع وجودي هوني أبدا. هوني إذا بتلاحظوا كمان المنجنيق موضوع ممتاز، في إنفيرنو قدامه، هاي الشغلة كمان حلوة، إنفيرنو هون كمان إذا بتلاحظوا شامل كتير منطقة كبيرة، فهي المخططات كتير كويسة، هذا المخطط عشوائي فيكن تقوله كمان يا غوالي. حتى هون الإكسبو حامل منجنيق، الدفاعات المهمة مستغلينها فيه منيح. هلق لحظة يا غوالي، هذا المخطط شقد قوي، الخطة تبعت مدفعية نصر والتاون هول فيه كبير، انه لحظة هون كيف التاون هول بعيدة مسافة كبيرة عن مدفعية نصر، شيء بمعنى الكلمة اسطورة، ومحمية كمان مدفعية نصر بشكل يعني لا يوصف عن جد. هذا التصميم يا غالي رح ياخذ منك وقت بالمسح، واذا بتلاحظ يعني هو كتير منتشر، هذا كتير بده ياخذ منك وقت بالمسح، وكمان رح يعذبك كتير لانه بسبب الخطة تبعتن عن جد ناجحة هون بهذا المخطط، مسافة هائلة بيناتن، ان انت اذا بدك تهجم من هون ايش قد بدك لتوصل لعند التاون هون، ما فيك يعني تنشر هجمتك هيك يا غالي بالاتجاه بحيث ياخذوا التنتين، هاي الشيء لا تفكر فيه ابدا لانه راح تخسر بالهجمه، يعني بدك تكون كتير لاعب محترف، اصلا كتير راح يتفرد على جيشك يا غالي اذا بدك تنشر، مستحيل تنشر من هون لهون، يعني بدك تهجم يا من هون يا من هون، وهيك صعب كمان بدها تصير بسبب الخطه. هذا كتير المخطط موتر وكتير مخطط كويس يا غوالي، وكل هالمخططات خارقة بمعنى الكلمة. وهم مثل ما نكون شايفين يا أساطير، هذا المخطط كمان أسطورة، لاحظوا هون كيف عشوائي كتير، وكمان دفعت ملزوزة على بعض البعض، وهوني كمان يعني صارين بجهة واحدة التاون والمدفعة نصر، وفي كمان فضة بيناتهم، فالشي بيحقق شروط الخطة تبعت مدفعة نصر والتاون هول. وهوني كمان المدفعين الجداد حميين بالملوك، هوني مثل ما نكون شايفين بالأبطال، يعني هون الملكي كمان، هون الأمير الكبير، هون البطل الملكي، الملك هون تركينه بالزاوية وحيد ما يحمي مدفعية نصر مثل ما نكون شايفين. هون في انفيرنو اثنين هون وشاملين كل هاي المنطقة، هاي شيء ممتاز لأنه هاي المنطقة فيها ضعف يعني لازم تنحمى بالانفيرنو. هون كمان إذا بتلاحظوا التسلا الغوالي هون كلين يعني ما يحمى مدفعية نصر إذا هجمت لها من أي اتجاه يا غالي، فكتير رح تتوتر هون لتدمر مدفعية نصر بهالمخطط. كتير حميينا كمان هون، حتى حميين التاون هول بالأفخاخ والمباني والدفاعات مثل ما أنك شايف، هاي التصميم كمان ما إنه سهل أبدا وبيوتر، ملزوز كله على بعضه. لاحظوا هون هلق بآخر مخطط معنا، هدوني يعني الإكسبو موضع فيه لهذا المخطط كتير ممتاز كمان، شملات مساحة كويسة، وكل اثنين إكسبو مع بعض، إيش اللي لفت انتباهي أنا هون مثل ما كنت شايفين اثنين تيسلا، موضع كتير ممتاز، ضرورة تحمى مدفعية مصر يا غوالي، دفاع كتير خارق اعتمدوا عليها، هاي المخططات كتير كويسة يا غوالي،
يعني بنصحكم أن تجربوا أي واحد فيه، وكمان تعطوه فرصة كبيرة لأي واحد مني للمخططات، ما تحكموا عليه فورا لأنه هنين أصلا مخططات كتير قوية، تعرفتوا كيف يا غوالة، فلا أكيد لا تحكموا عليهم بتسرع. أنتوا قادرين تعدلوا علي، بس ما بنصحك تعدل علينا يا صديقي، لأنه أنت أكيد ممكن تكون لاعب محترف موصل لك مستوى ومحترف كتير كمان، بس يعني أنا ما بظن أنه مخططات هيك كويسة مثلا مثل هاي المخططات، نحنا بحاجة لأنه نعدل عليها. أصلا اللاعبين الأساطير بيكونوا معدلين عليها وهنين شايفين كل شيء فيها وحاسبين كل شيء، فلك أنا بلاقي بنظرتي أنه تستخدم مثل ما هنين أحسن. إذا حسيت واحد ما عجبك بشكل من الأشكال، يعني مع أنه هنين كويسات مثل ما قلت، بدل جرب واحد تاني هيك وأنه بتستمتع كمان بتغير مخططاتك وبتتباهى هيك أمام رفاقك بالمخططات الأسطورية، تقلن لكم أنا ما حدا ما يمسح أرضي، فهي كمان شغلات كتير أسطورية. وبدي أركز كمان على شغلي أنا بدي أقولها، إنه أرضك لازم تكون مكسية غالي لحتى تحكم على المخططات بشكل ممتاز. لا تحكم على المخططات إذا أرضك شيء طالع بالتاون هول 13 أو هيك شيء وجايب المباني وشيء طالع فيها وأصلا دفاعاتك كلها ضعيفة، فهيك ممكن يمسحوك العالم إذا دفاعاتك ضعيفة شيء عادي يعني. فأنت بدك تحكم على المخطط بس تكون أرضك ماكس تماما، أي خدها قاعدة. فهيك يا غوالي، هي كان الفيديو لليوم، بتمنى تكون استفدتوا، بتمنى يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبكم الفيديو حطونا لايك، اشتركوا بالقناة، كمان لا تنسوا تفعل زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامة.